انقسامات متزايدة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدم توافق مع الأجهزة الأمنية فيما يخص العملية العسكرية الجارية في غزة وتأثيرها على الداخل الإسرائيلي. علشان كده إسرائيل فشلت حتى الآن في تحقيق أي هدف أعلنت عنه منذ بداية الدخول البري إلى قطاع غزة. مفيش أي حاجة تحققت غير قتل حوالي أكثر من 10,000 مدني فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء. خلينا نتعرف على التفاصيل أكثر حول ما يجري في الداخل الإسرائيلي مع اللواء عادل عمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية. صباح الخير حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. ويعني بعد التحية، لو حضرتك بنتكلم عن هذه الخلافات، سبب هذه الخلافات، سبب هذا الانقسام، وبنرى حتى تصريحات مختلفة إن كان من بنيامين نتنياهو أو من جالنت، يعني تصريحات مختلفة في أوقات في نفس التوقيت تقريبا. شايف حضرتك هذا المشهد إزاي، ومن يد من له اليد العليا داخل هذه القيادة، قيادة الاحتلال الإسرائيلي؟ أهلا وسهلا أستاذ جمانة، أهلا أستاذ محمد، طبعا برحب بحضراتكم بالسادة المشاهدين. يمكن هناك عدة انقسامات داخل الكيان الإسرائيلي، أعتقد أنها واضحة وجلية من خلال استقالة ثلاثة وزراء في البداية على اعقاب يعني العمليات العسكريه اللي كانت بتنفذها اسرائيل في القطاع. التصريح الاخير اللي خرج به وزير الاثار يعتبر تصريح مستفز، وبيؤكد على اتورط بمعنى صح اسرائيل وشهر بها، وبالتالي تتعالى النداءات بوجوب ادراج اسرائيل في او توقيعها على معاهده عدم انتشار الاسلحه النوويه، واوقعها في مشكله بالنسبه لهم، فده عدم توافق بين العناصر بعضها البعض داخل الحكومه. في استهجان من الجنود، والدليل انهم وصل لحد التطاول والسب لنتنياهو ولبعض القاده. ازمات اقتصاديه هائله داخل اسرائيل، ويمكن حضراتكم تناولتوها منذ قليل في احد المداخلات، ووضح فيها يعني التصنيف السلبي، الائتمان السلبي طبقا للوكالات المعنيه مودز او ستاندرد اند بوز. التكلفه الكبيره جدا للحرب حتى الان يعني تقريبا 276 مليون دولار يوميا، ورابط 55 مليار دولار اجمالي على خسائر الحرب او كلفه الحرب حتى الان. التعبئه الهائله، وده جزء ما حدش بيتطرق اليه، معظم الاسرائيليين غيرنا يعني كلهم مجندين، او يعني فلما تجي تعبئه 300,000 او ما يزيد، وبالتالي دول تركوا وظائفهم وتركوا اعمالهم ودخلوا في الحياه العسكريه او العمليات العسكريه، فبالتالي اعمالهم تعطلت، فالانتاج توقف بالكامل، ودي يعني ازمه اقتصاديه كبيره جدا. يعني اعتقد انها بتكون سبب رئيسي في انهيار الاقتصاد، وده اللي صرح به وزير الماليه اكثر من مره، وقال ان وجوب تعديل ميزانيه 2023 24 لهذا السبب يعني. طب اللي هو عادل، الى اهالي المحتجزين والرهائن اللي حجزهم حماس عندها قرابه 224 واحد، يمكن خرج اربعه ومات حوالي 56 حتى الان طبقا للتصريحات اللي اعلنها كثير من، وخصوصا البيان العسكري اللي اعلنه المتحدث باسم حماس. رد الفعل في عواصم العالم المختلفه، ده رد فعل دولي، يمكن كل عواصم العالم مستنفره دلوقتي ضد التجاوزات الاسرائيليه في حق الفلسطينيين، ويمكن حتى شفنا منذ قليل يعني كوريا نازل فيها مظاهرات من الكوريين ضد التجاوزات الاسرائيليه. اذا العالم كله اجمع، اصبح لديه رغبه في ايقاف القتال وعمل هدنه. ناتي الى الهدنه. انا كنت عايز بس اسال حضرتك فيما يتعلق بالداخل الاسرائيلي، انه في برضه احنا بنشوف او تابعنا خلال الايام الماضيه تظاهرات كثيره جدا بتجتاح الشارع الاسرائيلي للضغط على حكومه نتنياهو، مطالبته بالاستقاله، الحديث انه يجب اعاده وارجاع ابنائنا الاسرائيليين من قطاع غزه مره اخرى. هذا الضغط الشعبي الى جانب حاله من حالات عدم التوازن داخل المؤسسه الاسرائيليه، احنا بنتكلم على جناح الجيش وجناح الاداره والحكومه الاسرائيليه في انقسامات، فشايف ده ازاي يا فندم، وتاثيره على صنع القرار السياسي داخل اسرائيل؟ ما القرار متخبط، لان نتنياهو يعلم جيدا انه سيحاسب، يعني تنتهي ولايه يعني سيقال ويحاسب يعني، فبالتالي هو بيتخذ ما من شانه من اجراءات انه يحاول بالنهايه ان هو يخرج بنهايه ايجابيه او يحقق هدفه المعلن اللي هو اعلنه منذ البدايه للقضاء على حماس، وده بالتالي صعب يعني، مش هتقدر يعني تلغي حماس مره واحده، الحماس مش
مش نقطه وهتزال، ده بالعكس دي كيانات ممتده، والشواهد اللي اتقالت ان في مليون حماس ثاني طالعين او 300 مليون ثاني طالعين من الاطفال الصغيرين اللي شافوا كل الهول ده والتجاوزات اللي ارتكبت في حقهم. فانت بتولد عناصر كرهاك بطبيعه يعني مستمره مدى الحياه لابعد الابد الابدين، طالما لا زالت هذه الاجيال موجوده وشافت بعينيها ورؤيه العين وتعرضت للقاس، تعرضت للقتل، واخواتها تعرضوا للموت امامهم، واسرهم تعرضوا لهذا الكلام، فبالتالي مش هتلاقي ابدا حد راغب فيك كنتنياهو يعني. فبالتالي هو بيحاول يحقق نجاحات عشان الداخل الاسرائيلي يرضى ولو بالقليل عنه او يخفف حده المحاذر بالنسبه له. ده جزء كبير جدا بيأثر على اتخاذ القرار والتخبط الواضح اللي فيه داخل اسرائيل. انا كنت يعني بحابب اوضح بس ان الخلاف اللي المعلن او غير المعلن بين اسرائيل وبين القوات المسلحه وبين نتنياهو فيما يتعلق بفكره الاجتياح. يعني انا شايف ان نتنياهو يعني يطلب تفريغ القطاع من الجزء الشمالي منه باستكمال قذيفات جويه ونيرانيه وكثير من المحددات اللي ممكن نستخدمها على الجزء الشمالي من القطاع، وبالتالي يعني بيبقى في محاوله نزوح جماعي للعناصر، والنزوح الجماعي ده بيطلع في اتجاه الجنوب، وده اللي بيستهدفه نتنياهو، تفريغ الشمال من كل مقوماته ومن كل حاضنيه في اتجاه الجنوب، وعمل قصر كده في النص من القطاع اللي هو الاجتياح المحدود اللي عمله في وادي غزه او خلف مدينه غزه القديمه تحديدا. في خريطه انا يمكن ارسلتها كنت حابب انها تتعرض على الشاشه عشان تتضع عشان موجوده معانا يا فندم مدى الاختراق او شكله. الاختراق في المنتصف بالظبط تحت مدينه غزه في اتجاه وادي غزه بيقطع الشمال عن الجنوب، وده الخريطه تبقى معانا حالا يا فندم عشان برضو الساده المشاهدين يكونوا مستوعبين لحضرتك بتشرحه. هي خريطه دلوقتي معانا على الهواء شايفينها. تمام. ده الجزء اللي فوق ده قصفات جويه موجوده يا فندم، اللي هي الاحمر في الاصفر ده الجزء الشمالي من القطاع، ده هو ده اللي بيستهدفه نتنياهو، تفريغ الجزء الشمالي ده من حاضنيه او من الناس اللي فيه. وبالتالي عند كلمه وادي غزه ده الاجتياح البري اللي عمله الاجتياح المحدود وصل منه الى البحر المتوسط. يعني دخل من كلمه فلسطين المحتله كده كهجوم رئيسي وفصل الشمال عن الجنوب، وبالتالي بيعمل هدنه النهارده 4 ساعات عشان الجزئيه دي، يدي مسار امن للعناصر الموجوده في الشمال انها تتفرغ اتجاه الجنوب، ولما سمح بدخول المساعدات سمح بدخول معبر رفح للجنوب فقط لا غير. ويمكن السيد رئيس وزراء فلسطين بالامس في مؤتمر باريس اكد ان يجب ان يكون المساعدات الى الجميع وليس للجنوب فقط لا غير. ده تهجير مشرع، يعني عشان يهجر الشمال الى الجنوب ويجبر على انه يجد المأوى والعتاد والمساعدات والاكل والعلاج، ويقصف الجنوب بالمناسبه برضه. يعني الجنوب ليس امن ايضا. ايوه هو ليس امن بالصوره الكافيه، لكن بتكلم على انه على الاقل اقل حده من الشمال. الشمال فيش بحضرتك القاذفات الجويه والاستخدام الكبير جدا، وهو حتى قال لما قال عامل هدنه هعمل هدنه في الشمال فقط لا غير عشان يدي فرصه. وبالحديث عن الهدنه يا فندم، يعني هو جون كيربي المتحدث باسم الامن القومي بالبيت الابيض بالفعل اعلن انه يعني هناك هدنه وفترات توقف في القتال، لكن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي خرج وقال انه ما فيش اي اتفاق بشان الهدنه. لا يا فندم، ما هو الفكره فكره ايه؟ هو بيدي حق بس للعناصر انها تتحرك. لا في هدنه 4 ساعات، المنظور اللي هو عايز يستخدمه انه يوصل رساله طمأنه للناس انها تتحرك، وعايز يفرغهم من الشمال باي طريقه، فبيدي لهم مرغبات انهم يتحركوا، مش هنضرب نار نتحرك، وهم متحركين بيستخدم هذا الكلام ده على مدار الـ5 ايام اللي فاتوا او 6 ايام اللي فاتوا. بس هم متحركين برضه سياده اللواء، يعني لما بيشوف حاله الخروج الى الجنوب بيحصل ضرب عليهم كمان، يعني بيحصل ضرب واستهداف حتى للمدنيين اللي بيتوجهوا الى الجنوب. ايوه بالظبط، عشان ما يرجعش بحق العوده او فكره الرجوع مره ثانيه ما تحصلش. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، نورتنا يا فندم.